انا بصراحه مش ابار الحكايات هذوما انا نتبع فيها انا الوزير اش قاعده تعمل ما فماش تقدم مع احترامي لها كشخص امراه نحترمها دكتوره اما راهي الوزاره يلزمها ناس مش كيما هكا راهي الوزاره يلزمها ناس جنون باش تطير الوزاره تعرفش معناها جنون في مخاخهم في كل شيء وزيره باش تبدا قاعده في بيروك تستقبل فلان تستقبل انا من اللي ريت استقبلت مريم بوقديده قلت لهم باي باي فيها ممثله نعم علاش ما تستقبلهاش ليه عاد ما يصير شكون ممثله انا فما ناس راهو كلهم من في وجوههم نقول انا منين جيت ممثله انت شكون جابك اش عملت اش خدمت بت في المسارح انت للصباح تبرف بت بالشر باش تعمل عرض بت بالكذا منين انا ممثله تستقبلها السيده وزيره الشؤون الثقافيه وتقدمها على اساس انها متمثل في تونس البر دخت اش تمثل تونس البر انت ليك راك ملوحين في ديارهم ربي يعلم بهم وتهز هذيك تمثل تونس البر معناها وصلت الثقافة التونسية ربما هي مريم بوقديدة أنت ما عندكش فكرة ربما راهو يتبعوا فيها برشا معناتها انستغرامات على روح شي مني فيها ربي ما هي تنجم تروش أكثر لا لا ممثل كلمة ممثل ولا فنان مش سهلة ما لا تطلق على أي كان الكلمة زي يلزم يراجعوا حساباتهم ما تعرفش كلامك فيه تعصف نوع والله ليه منين نعرفها عمري ما على مريم على مريم اي شباب نورمال تدعم لا لا ولا الاخرى جايبينهم في معرض الكتاب يكرموا فيها ليدي سماره ليدي سماره تو معقول وصلنا للمستويات هي انفلونسوز مؤثره باش تاثر على الشباب يقبلوا على الكتاب ويقراوا على روحها في انستغرامها في جوها في اي مش تاثر عليهم باش يقراوا الكتاب مش معرض الكتاب يا ميس امان مش معرض كتاب تعرفش معناها معرض كتاب معناها حاجه راقية وحاجة مرموقة وثقافة ودنيا شم جايبهم غادي تي منين دخلوا هذوما يلزم توقع محاربتهم راهو نعطيك من الاخر محاربتهم اي وانا لو نشد نقابة باش نبدا بذوما نبدا الرازي فيهم نحي 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 ابعد نلزم نحطك في الحبس حبس اي قمع هي قمع ماهوش قمع ربي ما شديتش نقابة ماهوش لا ايش نقول لك تي انا النقابة بيدي في حرب معاهم ما عجبتني حتى نقابة في تونس ملي جاو هما نقبوا البلاد مش قده نقابات نقبوا البلاد اي فماش نقابات يعني انت ضد الكل اش قاعدين يعملوا بينس ضد الكل ما سالش انت سالتني 100 سؤال خلينا نسالك سؤال اش قاعدين يعملوا النقابات بتاع الفنانين في تونس هاو زميلهم طايش في الحبس هاو فما برشا تجاوزات في الساحه هاو فما عارفين قاعده تبات بالشر هاو فما شعراء مرضى ما عندهمش يشريوا دواء هاو فما اش قاعده تعمل النقابات قاعدة تضرب على مصالحها وقاعدة تدافع على رواحها نقابة ماهر الهمامي ما قدمتش إضافة كيفاش؟ نقابة ماهر الهمامي ما قدمتش إضافة يعتبروها بعض الفنانين هي الأفضل حاليا في الساحة لأنها تتحرك إيه مالا شنو؟ تعتبر أفضل مش خاطرك تتحرك معناها أفضل مش معناها أنا نجري معناها كهو أنا خير من القمودي ليه ليه؟ مالا ما فماش اش نحب نقول انا ما فماش معناها ما فماش فنانين صحيح قاعدين ماهر قاعد يعاون في بعض ليزارتيست وكذا ولكن مركز هو مع بيا الزردي هو مع درشنية هذه امور يعني كاشياء خاصه به هو ليه ليه انا نحاسبوا عليها كنقيب ما يسالش نحاسبوا عليها اعطيني صحيح عمل اوكال للفنانين في حلو عمل كذا وانا على غالب ما نجمش نكون حاضر ولكن بصراحه ما فماش حاضر في عده ازمات معناتها ديما بجنب الفنان انا ماهر اللي عمل اعتصام الفنانين صار اعتصام تاع فنانين وقفت معاهم انا وعاونت بالجهد اللي اعطاني ربي اما ملي رخ فضل الاعتصام انا بصراحه ماهر قعد زميلي كفنان هكا هو ما نحبش معاش حب له دخل له واضح